The most powerful tornado broke out in Kentucky, in the city of Mayfield, which ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. قبل ان شاء الله قبل البدء، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تبخلوا علينا ايضا بتعليقاتكم على الفيديو. الولايات المتحدة الأمريكية تشهد إعصار قوي مدمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى. صور مروعة ومشاهد مؤلمة من الإعصار الذي يضرب الآن الولايات المتحدة الأمريكية منذ يومين، كما ستشاهدون في الفيديو. حقا شيء يدمي القلب، ويعلن حالة الطوارئ في عدة ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية.